هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة إنه يسره في غمرة أحياء الذكرى 50 لانتصارات حرب 6 أكتوبر واستعادة الشعب المصري وجيشه الباسل لأرضه أن يبعث بأسمى عبارات التهاني الأخوية للرئيس السيسي والشعب المصري باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسه. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن حرصه على تعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا غاليا مواقف مصر الأصيلة ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وانشغالها بقضايا الأمة والحفاظ على دورها الهام على الصعيدين الإقليمي والدولي.